لكل اللي عايز او عايزة تخس ومش عايزة تتقيد بنظام غذائي معين، بقدم السعرات الحرارية لجميع انواع الاكل والحلويات والمشروبات والمعجنات ومخبوزات الافران والاكل البيتي، عشان انت اللي تعمل النظام الغذائي اللي يناسبك ويناسب احتياجاتك. الأرز المعمر الحادق أو الرز المعمر الحادق. تعالوا نتعرف مع بعض على السعرات الحرارية للرز المعمر الحادق والقيمة الغذائية كمان. القيمة الغذائية للرز المعمر الحادق للجرام الواحد، السعرات الحرارية 2.3 سعر حراري، بروتين 6 جرام، كربوهيدرات 38 جرام، دهون 5 جرام. القيمة الغذائية للرز المعمر الحادق لمعلقة كبيرة مليانة بوزن 33.5 جرام، السعرات الحرارية 77 سعر حراري، بروتين 2.8 جرام، كربوهيدرات 12.9 جرام، دهون 1.9 جرام. القيمة الغذائية للرز المعمر الحادق 2 معلقة كبيرة مليانة بوزن 67 جرام، السعرات الحرارية 154 سعر حراري، بروتين 4.16 جرام، كربوهيدرات 25.9 جرام، دهون 83 جرام. القيمة الغذائية للرز المعمر الحادق 3 معلقة كبيرة مليانة بوزن 101 جرام، السعرات الحرارية 232 سعر حراري، بروتين 6.27 جرام، كربوهيدرات 39 جرام، دهون 5.73 جرام. القيمة الغذائية للرز المعمر الحادق 4 معلقة كبيرة مليانة بوزن 134 جرام، السعرات الحرارية 308 سعر حراري، بروتين 8.32 جرام، كربوهيدرات 51.8 جرام، دهون 7.61 جرام. القيمة الغذائية للرز المعمر الحادق طبق أو بولة متوسطة بوزن 150 جرام، السعرات الحرارية 345 سعر حراري، بروتين 9.31 جرام، كربوهيدرات 58 جرام، دهون 8.52 جرام. ولو حد حابب يعرف سعرات لأي أطعمة ياريت يكتبلي في التعليقات، وانتظرونا وقيم غذائية جديدة.